صباح الخير مشاهدين قناه المحور الكرام وبرنامج يوم سعيد. معكم كابتن سيد ابراهيم من وورلد جيم جري سكوير. النهارده هنلعب تمرين فول بودي بالكاتل بيل، كل اكسرسايز 4 سيتس 12 ريبس. اول تمرين معانا هو الكاتل بيل سوينج. تاني تمرين معانا RDL. تالت تمرين معانا ظهري مشدود. رابع تمرين معانا هو السكوات. وده كان اخر اكسرسايز معانا، وكان معكم كابتن سيد ابراهيم وبرنامج يوم سعيد. شكرا.